الطبق اللي يشبه حياتي للفطور اللي هو البانكيك. ليش؟ لأنه في الصباح عادة حياتي تكون too busy فtoo heavy، فالبانكيك شعوره حلو sweet، بس بنفس الوقت لما أخلص منها أكون full، فهذا السبب. بالنسبة للغداء حيكون مثلوثة اللي هي رز جريش قرصان، أكلة شعبية من السعودية، مجموعة فيها ثلاثة أطباق سوا. ليش؟ لأنه فترة النهار كاملة تكون عادة ثقيلة لحياتي كشف، بالعشاء حروح خفيف، شابورة، لبنة، خيار، زيتون، إنه عادة هذا وقت الليل اللي أكون فيه في البيت مرتاحة مع بساستي هاني ونموس، فأكون مرتاحة فيكون الوقت خفيف معه.